questions? تطبيق للمخطط الأمني الذي سطرته المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مصالح أمن ولاية الجزائر اتخذت جملة من الإجراءات والتدابير الأمنية عبر اختصاصها، والتي من شأنها ضمان أمن المواطن وحماية الممتلكات. هذه الإجراءات الاحترازية ستكون قبل أثناء وبعد عيد الأضحى المبارك، وتشمل وضع تشكيل أمني ميداني يتمثل في دوريات راكبة وأخرى راجلة عبر الأماكن التي تشهد توافد كبير للمواطنين من أسواق على تنوعها، مساجد، مقابر، محطات نقل المسافرين، وكذا الأماكن العمومية التي هي الأخرى تشهد إقبال كبير للعائلات بهذه المناسبة. لا الحمد لله، لا باس، راه الأمن لا باس، الحمد لله. دابوغ نعيدو بصحة ولهنا إن شاء الله وعلى كافة المسلمين، مي حاجة مليحة لا سيكيغيتي الأمن بيان سور، حاجة مليحة الدراري لينا كاع.